السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم عشاق الكرة المصرية وعشاق قناة الكرة مع الحريف وعشاق برازيل الكرة المصرية من أجل الكيان اللي بيحب الكيان اللي مع الكيان مش مع إيهاب جلال. أنا داخل في حلقة أتكلم عن ما حدث في لقاء الإسماعيلي أمس مع زد. طبعا امبارح أنا طلعت منفعل وده طبيعي، أي واحد بيعشق ناديه وأي واحد بيعشق كيانه لابد أن يطلع منفعل على أي حد، إن كان من الجمهور أو من اللعيبة أو من مدير فني أو مجلس إدارة أو لازم. بس إحنا اللي بيحرق دمنا، دي مباراة حرقة الدم. لما أنت بتعاني وأنت تعبان وأنت عندك مشاكل وأنت وعايز الجمهور يأثر وعايز، أنا بطلع ليه؟ أنا بطلع عشان الجمهور، أنا بطلع عشان الكيان، أنا بطلع عشان أساني، أنا بطلع عشان أأذل الفريق. ولكن اللي احنا بنعمله اللعيبة والجهاز الفني والناس دي بتعمل عكس ما احنا بنعمله تماما. احنا اول ما مسك ناصر ابو الحسن طلعنا وقدينا وقلنا وحنساند ونقازل ونشجع وندعم، ولكن احنا بنقازل ونشجع وندعم وانتوا ما بتشتغلوش. الجمهور تعب، انا طلعت امبارح منفعل ولازم كنت اطلع منفعل، لان بعض الاشخاص المحترمه اللي بتكتب لي على القناه، طبعا انا بحترم كل شخص معايا على القناه وكل محب القناه وكل متابعين القناه، انا بحترمهم من اصغر واحد لاكبر واحد، وكل واحد في تعليقه برد عليه وبعلق على تعليقه وكل الكلام ده زي الفل، ما فيش ادنى مشكله عندي في اي حاجه. ولكن احنا بنتكلم على ان احنا الكيان بيقع، الدنيا بتقع، في ناس شايفها حتى في التعليقات لسه حتى الان بعد كل السيزون بعد كل اللقاءات اللي انتهت 18 لقاء انتهوا ولسه حتى الان بيأذروا ايهاب جلال وبيدافعوا عن ايهاب جلال. بتدافع ليه يا عم عن ايهاب جلال؟ ايهاب جلال عمل ايه؟ لو انت هتفضل مع ايهاب جلال خد ايهاب جلال في ايدك وامشي. احنا مع الكيان فقط لا غير، احنا من اجل الكيان، احنا بنسند وندعم الكيان. مش ده الاسماعيلي، الاسماعيلي بقى له 5 سنين لسه على التوالي في ازمه غير طبيعية، في أزمة، في تراجع غير طبيعي. احنا مش هنفضل كده، احنا اللي بيجرى معانا ده ما يرضيش ربنا، في ناس بتموت. اوعى تنسى عماد لبيب اللي مات في المدرج وغيره، بعيدا عن اللي بيموت في المدرجات، في ناس بتموت في بيوتها ما يرضيش ربنا. ناصر ابو الحسن جاي باترينا، انت جاي تلم فلوس، جاي تاخد النادي الاجتماعي، جاي تعمل سبوبه. العلم احنا مش هنسمي على حد مهما كان، احنا شلنا ابن المعلم، اوعى تنسى ابن المعلم اتشال. لعيبه امبارح ما ادتش بجنيه، مجلس اداره الاسماعيلي ما بيحلش غير بكل اللي بيعمله ان هو ايه؟ نفك القيد. طب ما انت فكيت القيد، عملت ايه بقى بعد ما فكيت القيد؟ خليت ايهاب جلال جاب لعيبه، واعمل حسابك عشان موضوع ايهاب جلال ده انا بقوله لك موضوع سمسرة. اسمع مني، شغل ايهاب جلال دلوقتي شغل سمسرة. اللي جاب صالح جمعة هو ايهاب جلال، واللي هيئ صالح جمعة ورجعه لمستواه ايهاب جلال، وبعد كده باعه، وبعد كده ايهاب جلال وافق على بيعه ليه او مشيان. وبعدين انا مش عارف صالح جمعة يمشي فري يا راجل، صالح جمعة يمشي فري، يعني انت سايب النقاز وسايب عماد حمدي وسايب ايريك تراوري وراح تمشي صالح جمعه؟ يا اخي اتقي الله. ماشي صالح جمعه مشي فري ومتالق في الكراخ العراقي، متالق لدرجه انا عايز اقول لك ان لدرجه عايزين يدوروا الجنسيه العراقيه عشان ياخدوا المنتخب العراقي. عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ وانا بقول لك اهو من دلوقتي لجمهور الاسماعيلي، احمد الشيخ هيتظبط وهيتروق وهيبقى نجم وهيتالق، والسنه الجايه احمد الشيخ خارج الاسماعيلي، وانا اهو انت اهو، وخد الكلام ده مني بيني وبينك كده وحطه في بالك، وهترجع تقول الحريف هو اللي قال كده والحريف ما امبارح. الاسماعيلي وكالعاده يعني الاسماعيلي لو عايز يخسر، الاسماعيلي لو اللعيبه دي والجهاز الفني نازلين عشان يخسروا مش هيخسروا بالشكل ده، من الاخر على بلاطه كده. ولكن اداء سلبي، انت عارف ده، انا عايز اقول لك في كام كوره للعيبه كانوا بيحضروا ورا عند احمد عادل عبد المنعم، كانوا بيحضروا ومنهم واحده مخلوف كان عايز يعمل فيها مروحه، اللاعب زد كان فتقطع
وكانت رايحه عند احمد عادل عبد المنعم تخش فيه. احمد عادل عبد المنعم بيشوط الكوره في مهاجم زد عشان تخبط فيه وتخش في الجول. يا جدع ده انت لو عايز تخسر مش هتخسر بالشكل ده، والله العظيم لو عايز تخسر ما هتخسر بالشكل ده. ف كابتن ايهاب جلال طبعا نمره واحد في تراجع الاداء، رقم اتنين نصر ابو الحسن المسؤول الاول والاخير قدام جمهور الاسماعيلي، لانك انت اللي جبت ايهاب جلال وانت اللي وايه كابتن علي ابو جريشه، لو ايهاب مشي انا همشي بالسلامه يا جدعان. انتوا بتبوظوا تاريخكم، انتوا اللي بتهدوا تاريخكم مش احنا اللي بنهدولكم. انت مالك انت ما يمشي، ما هو مش عامل اداء ما يمشي يا عم، اللي يقعد يقعد واللي يمشي يمشي. يعني انت هتفرحوا لما الاسماعيلي ينزل درجه ثانيه؟ ده انتوا اللي هتسلمونا للدرجه الثانيه، دي كارثه. احنا طول عمرنا بنطلع ونرفع القبعه لاي حد جوه النادي من الصغير للكبير، ولكن لما الاقي الكل دايس على الكيان او انتم مقصرين في حق الكيان لازم اطلع هاجمك. يا اخي انت عملت ايه؟ اعمل اعمل عشان الجمهور، الجمهور اللي انت عايزه يجي لك في المدرج. طب يجي لك ازاي؟ انت عملت ايه للجمهور؟ في واحد منكم ذكر طلع وطلع 100 تذكره للجمهور وقال لهم خشوا المطوشه؟ ما حدش عملها. نصر ابو الحسن عمل حاجه زي كده؟ فين نصر ابو الحسن من الاربعه اللي ممسوكين؟ فين علي ابو جرشه من الاربعه الممسوكين؟ فين لعيبه الاسماعيلي من الاربعه الممسوكين؟ ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ انتوا اطلعوا حد يطلع يرد على الجمهور ويقول له انت عايز ايه؟ زي ما الناس بتكتب لنا على التعليقات اكتبوا لنا انت كمان يا عم، انا موافق اكتب لي وهعمل لك شابوه برضه. ولكن اطلع فهمنا عشان احنا مش فاهمين. احنا عم بهايم وانتوا بتفهموا. ما سبب تراجع النادي الاسماعيلي في اخر خمس مواسم؟ وما سبب تراجع الاسماعيلي في هذا الموسم رغم اعداد الكابتن ايهاب جلال؟ هو اللي عد للموسم وهو اللي اختار الصفقات وهو اللي جاب اللعيبه، وما تقوليش جاب اللعيبه على قد الفلوس الموجوده. معلش انت عندك اقل لاعب في الاسماعيلي بياخد 3 مليون في الموسم، اما لو هم عايزين كام؟ 100 مليون؟ يا اخي انت لو طلعت الناشئين بتوع الاسماعيلي هيعملوا متوش احسن من المتوش اللي بيعملوا اللعيبه اللي بتتنك عليك. ما اللي مش عايز يمضي غور في داهيه، فوزي، مخلوق، دسوقي، عصام صبحي، الاربعه دول الف مليون سلامه. مش هيبقى احسن من اللي مشوا. نتكلم كوره بقى يا اخي، نتكلم كوره. انت امبارح الاسماعيلي لعب بتشكيل غير طبيعي، امبارح محمد عمار اتصاب في الاحماء وجاله شد في الخلفيه، نزلت مكانه عماد حمدي، لا نزل دسوقي مكانه مساك ولعب باك يمين حاتم سكر ولا باك شمال حاتم سكر. ولكن انت عماد حمدي نفسه غير الاول، عماد حمدي مش قادر يجري، الواد الصغير بقى بيخش في وسط عماد حمدي ومحمد نصر بيخترق اي حاجه وبيعدي زي السكينه في الحلاوه. في ايه يا جدع؟ في ايه؟ دي طريقه لعب. وبعدين نادر فرج يعمل لوحده ايه قدام؟ مخلوف ابيض يا ورد، ما تسالنيش عن مخلوف، بيومي ابيض يا ورد. مفيش غير احمد الشيخ ال 10 دقايق اللي نزلهم احمد الشيخ فقط لا غير، وانسى بعد كده وانساني وخد عنواني. محدش من لعيبه الاسماعيلي عمل بجنيه. فين بقى مين اللي هيحاسب اللعيبه دي؟ مين اللي هيشيل فاتوره ماتش فيوتشر؟ الثلاث ماتشات اللي كانوا في اسماعيليه، انت عندك ثلاث ماتشات بره الملعب. انت هتلاعب الاتحاد وهتلاعب الاهلي بره. ها؟ وانت الاتحاد هيسمع عليك؟ ده ما بقولوله هيسحب الاربعه بتوع الدفاع معاه في كتافه ويجري بيهم. بالشكل اللي انا شفته ده واللي الجمهور الاسماعيلي شافه اقسم بالله هنشيل زلط من الاتحاد السكندري. طارق العشري هينزل بالعيال الصغيره. يا جدع ده الواد ميسي بتاع زد كان بيقدف وبياخد العيال في ايديه وهو ماشي. ده مش طريقه لعب، دي مش لعيبه، دي مش لعيبه كره قدم. نزل امبارح التشكيل محمد نصر في الدفاع ومحمد دسوقي وبيومي وعماد حمدي. ونزل في النص مخلوف ومحوشام محمد، هشام محمد برضه عليه علامه استفهام. مش اللعيبه دي كلها جايه تاكل وتشرب وتعيش سفلقه على الاسماعيلي. هشام محمد وعمر الساعي ونزل معاهم عبد الرحمن مجدي ونادر والعالمي ايريك ثراوي. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟
ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده انتوا رايحين بعت. وبعدين هو انت ليه متمسك قوي قوي بايريك تراوي؟ واللي هيطلع يقول لي هو ادرى، لا هو مش ادرى، هو مش ادرى، لانه لو ادرى كان عارف يكسب. ايهاب جلال لو ادرى بنتيجة اللقاء، فحد يطلع يقول لنا ايه الدنيا، حد يطلع يفهمنا. انا معلش اعتذرت عشان الصلاة، ولكن حد يطلع يقول لنا عشان الاذان، فحد يطلع يقول لنا عن ما يحدث في الاسماعيلي من كوارث. لكن ده ما يرضيش ربنا اللي بيجرى كتير. بعدين شويه العيال بتلعب، لا طلع بقى ناشئين وخليهم يكملوا، طلع ناشئين وخليها تكمل الموسم، وجيب حمزه ولا جيب مدرب زي الناس يمسك. يا راجل ده انت لو جبت السيد عيد اللي طلع بتروجيت يعمل ماتش احسن من اللي عمله ايهاب جلال. ولو جيت كلمت ايهاب يقول لك يا دي الخامات اللي معاك، الخامات اللي معاك انت اللي مختارها وانت اللي وافقت بيها. هو انت مش انت اللي جايب حاتم سكر مصطفى، عبد الكريم مصطفى، الملواني، الداح، الشيخ، تراوري، هشام، السبع صفقات انت اللي جايبه، والسبع صفقات انت اللي قايل عليهم. حتى لما جيش لونجو وامريك اموسو ما عجبكش، ولا امريك ولا شلونجو، يعني ولا ده عجبك ولا ده عجبك، وعجبك تدوري كده. ده شغل سماسرة من الاخر، هنبقى يعني على بلاطة بقى، ده شغل سماسرة. وبعدين تطلع يقول لك ايه محمد ابراهيم، احنا نهينا السنة اللي فاتت الاسماعيلي ناهي وهو عنده 12 بوند. يا اخي انت مالك ومال الموسم اللي فات؟ انت عارف يعني ايه 12 بوند؟ يعني قبل الاخير 12 بوند، يعني قبل الاخير. هو انت فرحان بال 18 بوند؟ ده البلديه لو كسب النهارده المقاولين ركبك، بقيت انت 15 مش يعني مش 14، بقيت 15. ولو المقاولين كسب يبقى اقرب منك المسافات. فانت بتعاني، انت في كارثه، انت مش واخد بالك منها ولا ايه؟ احنا ما عندناش وقت، انت خلاص الاتحاد بعد كام يوم، بعد ايه ماتشين تانيين بره، الدوري كله لحم المنتصف ورا بعض، مجلس الاداره لازم يشوف حل. احنا مش هنسكت، مش هنسمع على حد. من الاخر انا طلعت النهارده ما اتكلمتش في اي حاجه، ولا ايجيبشن ليج، ولا اتكلمت في مباراه الدوري النهارده، ولا اتكلمت في اخبار الكره المصريه، ولا عشان انا كياني بيضيع وانا لازم اقف جنب كيان. لو انا ما عملتش كده انا مش صح. انا طالع النهارده عشان اعزل الاسماعيلي، وعشان اتكلم، وعشان جمهور الاسماعيلي انا مستني تعليق كل واحد فيكم، اسماعيلاوي وابن بلد وبيعشق الفانله الصفرا من اجل الكيان، مستني تعليقه النهارده. هل انت مع رحيل ايهاب جلال او وجوده او استمراره؟ انت مع رحيله او مع استمراره؟ وانت ايه رايك؟ ايه الحل؟ ايه الحل في الاسماعيلي يطلع من المأزق اللي هو فيه او من اللي احنا فيه ده؟ مستني تعليقك. وعايزين نشير الفيديو، وعايزين نعمل مشاركات على الفيديو، وعايزين لايكات واشتراكات عشان الفيديو يوصل، عشان العالم اللي ما بتسمعناش تحاول تسمعنا. اتمنى من كل عاشقي فلان الصبر وعاشقي واللي بيحب الكوره بجد، اللي بيحب الكوره من اجل الكيان ومن اجل الاسماعيلي، ان هو يحاول ينشر الفيديو عشان نوصل، وعشان الناس تسمعنا، عشان الناس توصل لها كل اللي احنا عايزين نقوله. اتمنى لكل يوم سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.